تقاسم مساء أمس الجمعة الفنان سعد المجرد مع متابعيه على حسابه بالإنستغرام عبر خاصية ستوري مقطع فيديو لفرقة سي إن سي اللاتينية الشهيرة، وهي تعبر عن إعجابها بأغانيه خلال حلولها ضيفة على برنامج إي تي بي العربي. وعبرت الفرقة الشهيرة عن إعجابها بموسيقى الفنان المغربي سعد المجرد، لا سيما أغنيته أنت معلم التي يحتفظ بعض أفراد مجموعتهم بها على هواتفهم ضمن قائمة الأغاني المفضلة لديهم. ويشار أن المقطع الذي أنزله المجرد لفرقة سي إن سي يعود للحوار الذي أجراه الإعلامي صبحي بكري مع الفرقة على خلفية حلولها بدبي الشهر الماضي للمشاركة في فعاليات مهرجان دبي للتسوق. ويذكر أن فرقة سي إن سي ليست المجموعة العالمية الوحيدة التي أعجبت بموسيقى النجم المغربي سعد المجرد، إذ عبرت فرقة البوب الكورية جي أو تي 7 هي الأخرى عن إعجابها بأغنية أنت معلم، وذلك من خلال شريط فيديو جرى تداوله عبر بعض الصفحات المغربية الخاصة بأخبار الفن والمشاهير على الإنستغرام، والذي وثق لمحاولة فرقة جي أو تي 7 أداء الأغنية المجرد، وأيضا لقيام أحد أفرادها بالرقص على الأغنية بعدما استعصى عليهم أداء الكلمات باللغة العربية.